أهلا ومرحبا بكم في قناة AES Learning لتعلم اللغة الألمانية على يوتيوب. معاكم إسراء محمد مدرسة اللغة الألمانية. النهاردة هقدم لكم درس جديد على الماشي، هنتكلم فيه عن الفرق ما بين و وشتوند. يلا نشوف الدرس ده مع بعض. دي أور دي أور وجمعها بالإي إن بمعنى ساعة اليد أو الحائط، وأيضا تعبر عن وقت محدد في الزمن. تعالوا نشوف بايشبيل. غامي كاوفت أيني أور، غامي كاوفت أيني أور بمعنى يشتري رامي ساعة. تاني مثال، Es ist jetzt 2 Uhr. Es ist jetzt 2 Uhr. الساعة الثانية الآن. يبقى هنا Uhr بتيجي مع الساعة. Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? كم الساعة؟ برضو هنا بنستخدمها في السؤال عن الساعة. المثال اللي بعد كده، هاست دو ايني او، هاست دو ايني او، هاست دو ايني او، هل لديك ساعة؟ هنا طبعا بمعنى الساعة الملموسة. المثال اللي بعد كده، ام في فيل او بيجنت دير شول تاج، ام في فيل او بيجنت دير شول تاغ، أم أخت، أم أخت بمعنى في أي وقت يبدأ اليوم الدراسي؟ الساعة الثامنة. هنا طبعا بسأل عن وقت محدد من الزمن. هدى شليفت إما أم إلف أوا، هدى شليفت إما أم إلف أوا، هدى شليفت إما أم إلف أور. تنام هدى دائما الساعة 11. هنا بعبر عن وقت محدد في الزمن. المثال اللي بعد كده، أين نوي أور إست تويا، أين نوي أور إست تويا، أين نوي أور إست تويا، ساعة جديدة غالية. يبقى هنا بتكلم عن الساعة الملموسة. المثال اللي بعد كده، في فيل كوستت دي أو، في فيل كوستت دي أو، 200 بفوند، 200 بفوند 200 جنيه. بعد كده عندي دي شتوند، دي شتوند وجمعها بالإن بمعنى ساعة زمنية، اللي هي 60 دقيقة، تعبر عن مدة زمنية، وأيضا تأتي بمعنى حصة دراسية. تعالوا نشوف البايشبيلة. دي شتوند هات زيش تسيش مينوتن، دي شتوند هات زيش تسيش مينوتن، الساعة بها 60 دقيقة. هنا ساعة زمنية تعبر عن مدة زمنية. Ich bleibe hier eine halbe Stunde. Ich bleibe hier eine halbe Stunde. سأبقى هنا لمدة نصف ساعة. Heute haben wir 2 Stunden Englisch. Heute haben wir 2 Stunden Englisch. لدينا اليوم حصتين لغة إنجليزية. هنا بمعنى حصة. Der Film
dauert 3 Stunden. Der Film dauert 3 Stunden. يستغرق الفيلم 3 ساعات. Wir haben 4 Stunden Deutsch in der Woche. Wir haben 4 Stunden Deutsch in der Woche. لدينا 4 حصص لغة ألمانية في الأسبوع. Die siebte Stunde ist heute frei. Die siebte Stunde ist heute frei. الحصة السابعة اليوم فارغة، فاضية. Die Fahrt von Kairo nach Alex dauert 3 Stunden. Die Fahrt von Kairo nach Alex dauert 3 Stunden. تستغرق الرحلة من القاهرة إلى الإسكندرية 3 ساعات. Wir haben erste Stunde Deutsch. Wir haben erste Stunde Deutsch. لدينا الحصة الأولى ألماني. وبكده درس النهاردة يكون انتهى. أشوفكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.